الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا والسبق بها نسله مقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى. وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم واسال الله تعالى الحليم الكريم ان يجمعنا بكم دائما وابدا على خير. اخواني واحبابي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار. فضل الله عز وجل تحدثنا في حلقات طويله عن صفات الصفات التي تستحب في المراه لكي يقترن بها الانسان الخاطب والصفات التي تستحب في الرجل لكي تقترن به المرأة مما يشغل اذهان الناس خاصة الخاطب والمخطوبة الاسئلة التي تطرح عند اللقاء حتى في كثرة الاسئلة ما كنا في الدورة الاخيرة كثير من اخواتنا كانوا دايما يبعثوا من ضمن الاسئله في كل يبعثوا ما هي الاسئله التي تطرح على الخاطب وكذلك بيسال الشباب ما هي الاسئله التي اطرحها على المخطوب انا اتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى في هذه الليله بنوع من التفصيل وعاوزين نقول ان جمع المعلومات بيكون من ضمن اسباب من ضمن الاسباب التي تؤدي الى الخطوبه الناجحه جمع المعلومات عن الطرف الآخر عن الخاطب أو عن المخطوبة بتكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إن الخطوبة فترة الخطوبة تكون خطوبة ناجح عايزين نقول ان كثير من الشباب يا اخواني وكثير من البنات بيعتبروا ان فتره الخطوبه فتره الرومانسيه والحب والعشق والهيام والغرام والسفر والبحر وال... والورد والفل والمسك والعنبر بيعتبروا الحياه الزوجيه او يعتبروا فتره الخطوبه على انها فتره الرومانسيات. وبينسوا ان الهدف الاول من فتره الخطوبه جمع المعلومات للتعرف على الطرف الاخر. ولذلك نريد أن ننبه ونقول يا إخواني يا أحبابي يا شباب يا أخواتي انتبهوا انتبهوا واعلموا بأن جمع المعلومات سواء بالطريق المباشر أو الطريق غير المباشر هو أهم هدف من أهداف فترة الخطوب كثير من الناس لما بيذهب شخص خاطب يتقدم لخطبة ابنته أسأله أنت من عيلة مين من بلد ايه؟ من منطقة ايه؟ ويظهر عليه امارات السنة هو يكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين وهذا خطأ كبير ولذلك سأناشد أولياء الامور ماذا يفعلوا ليبحثوا عن هذا الخاطب ويعرفوا المعلومات الكافية عنه عشان يتضح لك شخصية هذا الإنسان إنسان ملتزم غير ملتزم صادق ولا كاذب ما يحسن الظن بالناس جميعا إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك فبنقول ان اهم الوسائل لتحقيق الهدف الاول من فتره الخطوبه هو جمع المعلومات. وبيكون جمع المعلومات بطريقين اساسيين. لا غنى لاحدهما عن الاخر ابدا. بل في طريق ثالث ساتحدث عنه لاحقا. الطريق الاول الطريق المباشر. والطريق الثاني الطريق غير المباشر. والطريق الثالث استخاره الله عز وجل. ليه؟ حتى ولو اتضح لك عن, عن طريق الاسئله التي ستطرحها على المخطوبه عشان تعرف ايمانها وتعرف دينها وسلوكياتها واخلاقياتها منغلقه ولا منفتحه؟ انسانه موسوسه ولا ولا انسانه منضبطه نفسيا مهزوزه عندها ثقه في نفسها ولا ما عندهاش؟ تعرف حاجه عن البيت ولا لا؟ تربيه الاولاد ولا لا؟ الكلام ده كله قد يخفى عليك بعض الجوانب فبتلجا الى الطريق الثاني وهو طريق الطريق غير المباشر بالسؤال عن الاسره وعن الاهل وعن وظيفتها ومكانها واسرتها وامها وابوها واخواتها وجيرانها واصحابها مع كل ده يبقى لك بعض الجوانب لا تظهر لك الا بالاستخاره فعشان كده احنا بنقول للناس وبنقول لاخواننا واحبابنا واخواتنا ان جمع المعلومات عندنا فيها ثلاث امور او ثلاث طرق طريق الاول طريق مباشر وطريق غير مباشر ثم استقالة الله عز وجل تعال نفصل واحدة واحدة ايه المقصود بجمع المعلومات بالطريق المباشر المقصود به السؤال المباشر للطرف الاخر الخاطب بيسأل المخطوبة والمخطوبة بتسأل الخاطب وهذه قضية محورية لا بد أن يركز عليها الطرفين الخاطب أو المخطوب وليس مقصود الكلام ان احنا لما نقول للناس اسألوا اسئلة الخاطب او المخطوبة عشان تحلل شخصية الطرف الاخر ان تكون الجلسات جلسة تحقيق لا مش المقصود كده المقصود التعارف تعارف على الشخصية من الناحية الايمانية نحية العقدية نحية السلوكية والأخلاقية نحية الاجتماعية نحية التربوية نحية الثقافية إلى غير ذلك الناحية النفسية إلى غير ذلك من هذه النواحي فبنقول أول طريق الطريق المباشر للتعرف على المخطوبة وليتعرف الخاطب الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب كيف نتعرف وذلك بطرح الأسئلة أنا أعتقد أن أفضل ما يسأل عنه ابتداء ابتداء السؤال عن الجانب الإيماني السؤال عن الجانب الإيماني يعني السؤال عن الجانب الإيماني يعني إحنا قلنا قبل ذلك إذا رأيت المرأة لا تصلي فلا تقترن بها وقلنا كذلك للأخوات شاب لا يصلي لا تقترن به كزوج أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. ولذلك اول ما يسال نسال عن الفرائض ومدى الالتزام بها. نسال عن الصلوات مش يا ابني اول ما يجي ولي الامر يقعد مع الشاد في وجود البنت الفتاه يبدا يساله عندك شقه تمليك ولا شقه ايجار قديم ولا شقه ايجار جديد وايجار الجديد كم سنه ومرتبك قد ايه؟ وانت عدد الاسره افراد الاسره قبل ان تسال هذه الاسئله التي هي من حقك اسال اولا عن الجانب الايماني من الذي يسال الفتاه ومن الذي يسال الفتى من الذي يسال المخطوبه ومن الذي يسال الخاطب باشتراك الولي ولكن الاصل انت اللي تسالي مش امك اللي تسال ولا ابوك اللي يسال انت اللي تسالي يا اختاه وكذلك بقول للاخ انت الذي تسال مش حماده جايب معاه ماما وماما هي اللي بتسال لا لا ينبغي انما الاصل اول حاجه يسال عنها الجانب العقدي والإيماني فنسال يسال عن الفرائض ومدى الالتزام بها انت يا ابني احسبك من اهل الخير ده لو الولي يتكلم او الاخت الاخت تقول يعني أحسبك من أهل الخير في أي المساجد تصلي وتحافظ على الصلوات وأخبار صلاة الفجر اللي تشق على جمع كبير من المسلمين ليه تسأل هذه الأسئلة لأنها يوم القيامة ستسأل عن اختيارها بل دنيا قبل آخرة إذا كان الزوج لا يصلي هيضيع حياتك فلذلك اسألي يا أختا عن الصلاة اسأل يا أخي الحبيب الأخت عن صلاتها عامل ايه في الصلاه شويه شويه عامل ايه في الصلاه خمسين خمسين عامل عامل ايه في الصلاه الله المستعان يتضح لك الشخصيه اللي قدامك دي فالذي لا يصلي لا بركه فيه والتي لا تصلي لا بركه فيها يبقى اذا بنقول انا امسح يا عم الله يكرمك فبنقول يسال عن الجانب الايماني فيسال عن الفرائض ومدى الالتزام بها كالصلاه ومن الصلوات صلاة الفجر ليه؟ صلاة الفجر مقياس لضعف الإيمان وقوة الإيمان صلاة الفجر مقياس على أنني أستطيع أن أتغلب على نفس الأمارة بالسوء أو لا ما الناس نايمة وأنا صاحب أصلي أنا وزوجتي وأولادي أو كل الناس نايمة والشاب قايم الخاطب ده أو الشاب الذي لم يتزوج أي مصلي صلاة الفجر ده بيدل على أنه ترك الفراش ترك الفراش الوثير وترك متعة النوم ودفء الفراش ومع ذلك قام يصلي بين يدي الله عز وجل ده يغلب نفسه يستطيع أن يقوم نفسه وكذلك الزوجة ولكن بعض الناس قد يحزقه البول يقوم من النوم ويدخل إلى الحمام وافتح التلاجة يشرب مية ويرجع ينام مكانه تاني او لو عنده نوبة في الليل نوبة نوبة عمل في الليل طول الشهر نايم عن صلاة الفجر في يوم عنده ثلاثة أربعة أيام هيسهر بالليل في العمل يقوم قبل الفجر عشان يذهب إلى عمله طب وأين الصلاة فلذلك بنقول للأخ الحبيب اسأل عن صلاتها ولما بقول يآجب اسأل السؤال ثاني لكي تجيب هي ولما أمها تتكلم اسأل السؤال ثالث لكي تجيبك هي وانت كذلك بقول للأخت الصالحة اسألي عن ديني اسألي عن, عن 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 فرائضي عن الصلاة أين يصلي في مسجد إيه في المكان الفلاني ولا بقول للإخوة والأخوات كل ما يدار في المجلس لابد أن يحفر في العقل ليه؟ عشان نيجي نسال بعد ما يمشي نقول للشاب سيدنا لمده 10 ايام وهرد عليك او الشاب بيقول لعمه يا عم سيبني 10 ايام وهرد على حضرتك ان شاء الله تعالى، ليه اسال واجمع المعلومات؟ مش بعد ساعتين احنا موافقين، موافقين على ايه؟ وانتوا تعرفوه اصلا؟ ولا سالتوا عنه؟ يبقى اذا نسألوا عن الصلوات ثم نسألوا عن الصيام، في شباب لا يصوم رمضان والله العظيم ابقى راجع من درس الفجر عند الشروق من المسجد في رمضان بعد الفجر والتقى الشباب واقفين على النواصي شاربين ماسكين ازازه الخمر او ماسكين السيجاره او ماسك سيجاره ملفوفه بانجو. او ماسك سندوتش وبياكل او جوه مطعم وقفل عليه. ينبغي السؤال عن الفرائض، الصلاه، الصيام. يسال كذلك عن اداء الحج لو انه غني. جاي لك شاب متقدم قال لك انا عندي سياره وعندي عماره وعندي اموال في البنك عشان تفهمي بقى جهله بالدين او علمه بالدين طيب ربنا عز وجل رزقك حج بيته الحرام لا والله ما ما فكرتش اروح ما فكرتش اروح هو الحج ده مش فرض على القادر المستطيع كما علمنا نبينا كما علمنا الله عز وجل وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فاسالي يا بنتي كذلك واسال انت كذلك عن الحج لمن له قدرة مالية والسؤال عن الزكاة لمن يملك المال مع أموال وبطلع بالبركة كده برة خمسين جنيه ميتين جنيه 300 جنيه ولكن أنا أديت زكاة مالي والحمد لله رب العالمين الكلام ده فين ده مش دين كل ألف خمسة وعشرين جنيه اثنين ونص في المية على زكاة المال ولكن أطلع بالبركة كده فيش حاجة في الدين كده طيب يسأل كذلك بعض الفرائض يسأل عن النوافل أخبرك إيه في صلاة النوافل ما النوافل تجبر النقص الذي حدث في الصلاة نسأل كذلك عن قراءة القرآن بقاله عشر سنين بيقول أنا نفسي أحفظ القرآن وما ليه ما الذي يمنعك ما انت أو حرف ماتشات كوره وحرف اوعاد قدام الله امنت على الفيسبوك طوال الليل بتكتب وتسمع وتقرا وتتابع الاخبار لما لا تحفظ القران كذلك الحال يبقى تسال الاخت عن القران ويسال الاخ عن القران واحنا قلنا من الصفات المستحبه في الخاطب ان يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل ودللنا على ذلك في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه واله وسلم فلما صرف النبي بصره عنها بعض اصحاب النبي قال له زوجنيها يا رسول الله فلم قال التمس اذهب التمس شيء من المهر فلما ذهب لم يجد مالا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما قال التمس ولو خاتما من حديد طب ما خاتم من حديد قال ما معك من القران قال له سوره كذا وسوره كذا احفظها عن ظهر قلب قال زوجتكها بما معك من القران فاستحب العلماء اهل الفضل والخير ان يك ان تكون من الصفات المستحبه في الخاطب ان يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل فالاخت تسال الاخ مش حافظ القران بقراءه العشر ولا لا تسال الاخ يا رجل يا طيب انت احسبك من اهل القران يعني تحفظ تحفظ مع مين ختمت مع مين خدت اجازه مع مين قرات على مين تسال عن القران وصله الانسان بكلام الله عز وجل كذلك السؤال عن العمره والرجح من اقوال اهل العلم على ان العمره واجبه والذين استدلوا على انها سنه الى حديث الذي استدلوا بها احاديث ضعيفه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا عن العمره الحج خلاص فرائض ما فيش معاه طب العمره قد يكون مع المال ليعتمر فلما لا تعتمر ولا المصايف جميله نوفر بقى فلوس المصيف ونجمع كده ونحوش وبطل سجاير وربنا عز وجل من علينا بعمره مباركه ان شاء الله تعالى يبقى إيه احنا بنقول شوف كلام الامام الغزالي قال ايه قال ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها اوعى تيجي الاخ الاخت الأخ تسال الاخ وتقول له اخبار حضرتك ايه في الصلاه يعني احسبك من اهل الصلاه ويظهر عليك الخير فيقول لها والله انا بقى لي ثلاث اربع شهور الدنيا معتنينا معايا وما صليش فابوها يقوم عاتلها كتف قانوني او امها تدب على الباب من بره عشان تخليها تخرس وتسكت تعالي يا بنتي تطلع البنت لامها ايوه يا امي تقول صلا صلاه صلاه صل... ايه وعباده ايه؟ ابوك يا بنتك كان خريبها 40 سنه والحمد لله ربنا تاب عليه والوقت ما صلى عليه بقى اكبر عمه في البلد وصلى بالناس امام. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هذا الفساد في هذا الفكر؟ انت تفخري ان بنتك بتساله بيصلي ولا ما بيصليش؟ تفخري ان بنتك بتساله عن القران صلته بكلام ربنا ايه؟ فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدتها ودينها وأعمالها الله أكبر يبقى الموضوع مش لعب الموضوع مش مش اللقاء اللي طلع قاعدين يسبلوا ولا وحشني حماده وعامله ايه مياده والقصة الخيبانه دي انما السؤال لابد ان تسال هذه الاسئله الايمانيه لنختبر قوه الايمان من ضعف الايمان ثم كذلك من المهم ان نتعرف على العوامل التي ادت الى التزام هذا الانسان عشان نعرف الاسره ملتزمه ولا لا مين اللي اثر عليك في التزامك شرعا ودفعك إلى الإيمان أهلك أبوك أمك إخواتك ولا أصحابك ولا المسجد ولا وسائل الإعلام والقنوات يسألوا كذلك يسأل عن شيوخه وتسأل الأخت كذلك أنت يا بنت بتسمعي مين مش تقولها يا بنتي أنت يا أخت بتسمعي مين هل تسمع لأهل السنة والجماعة أم تسمع لأهل البدع لابد أن يحدد دي جوانب إيمانية لابد أن يسأل عنها في المجلس كذلك السؤال عن الهوية نسأل عن الطموحات المستقبلية انت طموحاتك تبقى ايه تعمل ايه انا نفسي والله امتلك شركة شغلوا في مؤسسة فيقول والله اتمنى ان اكون مدير هذه المؤسسة نسأل عن الطموحات المستقبلية الان ايه ومستقبلا ايه اللي انت عاوزه ولا محلك سر طب لما عاوز تبقى رئيس شركة ليه عاوز تمتلك شركة ما الهدف من امتلاكك للشركة من أجل أن تكون ثريا غنيا وفقط ما أهل الكفر أغنياء وأثرياء المسلم يختلف عن غيره لا أنا أمتلك مالا لأخرج زكاة المال أمتلك مالا لأسعى على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمطلقات والأرامل أساعد في بناء المساجد والمستشفيات لابد أن يكون لك هدف وخير المال نعم المال المال الصالح للرجل الصالح الأخت حفظت القرآن وبعدين عاوز أحصل على القراءات العشر وبعدين وأحصل على إجازة طب وبعدين برضو اللي أنت عاوزاه بعد كده يبقى الهدف أعلم أولادي الهدف اعلم اولاد الجيران، الهدف افتح ظل من دور القران، لابد ان يكون لك هدف مستقبلي، فيسال الشاب كذلك عن الهويه، عن الطموحات المستقبليه، وعن الاهداف اللي عاوزها في حياته. طيب يسال كذلك عن افكاره، زي ايه مثلا؟ ايه راي حضرتك في مشاهده المسلسلات الدينيه؟ ما انت لو مسلسلات لك اعوذ بالله طب نسال عن ايه؟ المسلسلات الدينيه هي التينيه مش الدينيه. فيها نسوان متبرجه وفيها موسيقى وحشني حماده وعامل ايه؟ بقولوا لا ما بقولوش حماده ومياده يا يا ترمزي ويا نسائي وبعدين يحبوا كان الائمه دول كانوا عشاقا شاهد بس. فتسال البنت عن المسلسلات. ده انت ممكن تبقى قاعد في المجلس وأختها جوه ولا ولا أخوها رنات الموسيقى على آخرها. وتسمع بقى المسلسلات والأغاني والبلاوي السوداء دي. فيُسأل عن المسلسلات خاصة ما تسمى بالمسلسلات الدينية. وكذلك تُسأل الأخت عن المعازف وعن الموسيقى مع هذا البلاء. والكليبات. ويُسأل الأخ عن مصافحة المرأة الأجنبية، إيه رأيك؟ لأن قد تكون الغيرة عند المرأة زائدة. وقد تكون الغيرة عند المرأة معتدلة لو جت جت بنت عم ولا بنت خاله تمد ايدها عشان تصافحه فصفحها هذا يسبب الطبيعي لابد ان يسبب غيرة عند اي امرأة عندها دين وعندها فطرة سليمة طب المرأة لو الغيرة عندها زائدة لربما تقف على الطلاق بسبب مصافحته لمرأة أجنبية عشان كده بنقول هذه قضايا لابد أن يسأل فيها يُسأل كذلك أيضا وتُسأل الأخت كذلك عن العلاقة الزوجية الناجحة، كيف يكون في تواصل ما بين الزوج والزوجة؟ إزاي نتواصل؟ إزاي لما تحدث مشكلة نحلها؟ يا إخواني يا أحبابي يا إخواني يا أحبابي يا كرام الشاب في الثانوية تعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة، إنجلش فرنساوي في الجامعة كذلك حب يسافر عمره بيقرا عن العمره. سافر حج يقرا عن المناسك يعمل شركه يجيب كتب واقرا ازاي يكون صاحب مؤسسه وقائد لا يبارى وما نيجي نتجوز يهتم بالشقه والدهان والعفش والبنت الجميله والفتى الوسيم بس ثقافه الزواج منعدمه في المجتمع المسلم خاصه في المجتمع المصري ليه؟ سعودية قطر حتى في سوريا الكويت غيرها من الدول الدورات للزواج لا حصر لها من اول فتره الخطبه والعقد والزواج والمشاكل حتى الاخت لما تشتكي انا مش عارفه اتواصل مع زوجي في دورات للتواصل ما بين الازواج، دورات لتربيه الابناء، دورات كيجي زواج يعني اول سنه زواج الكلام ده مش منتشر في المجتمع المسلم اعني خاصه في المجتمع المصري الكلام ده موجود في ماليزيا واندونيسيا وفي ماليزيا وفي السعوديه الشاب قبل ان يقدم على الزواج بياخد اجازه قبل الزواج بشهر ياخد دوره تدريبيه عن فتره العقد وفتره الزواج عشان يعرف ازاي يتعامل ويصرفوا مرتب كامل عشان كده بنقول يا اخواني لابد ان يسال وتسال الاخت ايه اللي فهمها عن العلاقه الزوجيه الناجحه كيف تكون علاقتي بزوجتي علاقه زوجيه ناجحه كيف اتواصل انا وهي اللي انا بعتبرها زوجه مستقبليه كيف نتواصل لو حدث خلاف حدث مشكله ما هي الاليات التي عن طريقها نستطيع ان احنا نحل هذه المشكله ما هي المقترحات والحلول لحل هذه المشكله الثقافه دي مش موجوده الا القليل كيف نربي الأبناء ابن كذاب ابن بيسرق ابن بتلفظ الفاظ غير سليمة ازاي تتعامل معاه لو ابنك كده ازاي تتعامل معاه يا عاوز تتجوز لو ابنك كان بهذا الوضع ضرب وخط ولزع وسب وشتم بس فيش أكتر من كده لا عندنا عوامل كثيرة جدا في التربية نسأل الأخ المتقدم اسألي يا أخت اسأليه ايه نظرتك إلي المرأة البعض يقول يعني نساء كلها زي بعضها مش عايز يقول النساء أغبية البعض نظر يتروا النساء على أنهم أغبية كما أن نظر كثير من النساء للرجل على أنه متسلط كل الرجال كده وده حكم خطر ده مش أمر عام يسأل كذلك عن القيم زي الحب مثلا إيه رأيك في الحب فترة الخطوبة فترة العقد زي ننمي الحب بعد الزواج بعد البناء الكلام ده لابد أن يسأل عنه عشان نعرف فكره ودماغه راح فين واحد يقول لي ده في الهباب ده ما سألت الأسئلة ده أعمل إيه ربنا يبارك لك في أهلك وصلح اللي فات كذلك يسأل السؤال عن جانب القدرات زي الهوايات علاقته بالرياضة إيه مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشه يسالوا علاقته بالرياضه عشان لما يسمن يبقى يحاول يلعب رياضه شوي اسأليه ثقافته عن الرياضه كذلك القراءه بيقرأ ايه اسال الاخت تقراي لمين من العلماء تقراي مين من المثقفين والمفكرين طب لما برضه من جانب هوايات لما تحب ترفع عن نفسك بتعمل ايه في بعضهم لما يحب يرفع عن نفسه بيصطاد سمك صح كده؟ والبعض لما يحب يرفّع عن نفسه بيلعب بالعود. والبعض لما يحب يرفّع عن نفسه يدخل شات مع البنات. والبعض يحب يرفّع عن نفسه يطلع يقزقز ليه على الكورنيش. كل واحد له دماغ. بسأل ليه؟ لأتعرف على الشخصية اللي قدامي. البعض لما يحب يرفّع عن نفسه شايف فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا بتاع. أسأله برضه في عالم الإنترنت. ايه المواقع يا اختي اللي انت بتدخلي عليها لو عندك انترنت متواصله مع مواقع عامه رجال ونساء تقصد يعني ولا مواقع نسائيه فقط عشان تعرف دين هذه الفتاه وكذلك تسال الاخ حضرتك لصفحة على النت؟ نعم طب هل تقبل صداقه النساء؟ حد يخش على صفحتك من النسوه؟ لا طبيعه اي رجل عنده دين اي رجل حيي يمنع دخول النسوه عنده قولا واحدا لا يقبل اي امر يتعلق بالنسوه عشان نعرف مدى الالتزام ومدى الدين طيب في السؤال عن السلوكيات نساله عن اجمل الصفات التي فيه اللي اصحابه دايما يقولوا له ده انت فيك صفه كذا طيبه مين ده انت انسان رحيم جدا تسعى في قضاء حوائج العباد يسأل إصحابه بيقولوا لك أجمل صفة فيك إيه وكذلك الأخت تسأل أجمل صفة بيقال عنك في العيلة إيه بيقولوا لك يعني أن فيك صفة جميلة وطيبة زي إيه آه السلوكيات السلبية أخت تقول والله أنا فيها بعض الصفات السلبية أتمنى أن أغيرها كأنها بتقول له إيه الصفات اللي أنت تتمنى أن تغيرها في نفسك زي إيه العصبية والغضب الشديد زي عدم التواصل قلة الكلام البخل الشك الوسوسة يسأل كذلك أنت بتحب الانفتاح على أصحابك ولا إنسان يعني حب يكون عدد محدود من الأصحاب في ناس تبقى منفتحة جدا وناس منغلقة وفي امرأة يعجبها المنفتح وامرأة يعجبها المنغلق هما الاثنين يعيشوا لوحدهم طول الحياة هو كده في ناس كده كت... وتسأل الأخت كذلك آه، أنت طبيعتك عاطفية ولا منطقية يعني واقعية ولا خيالية أنت منظمة في حياتك ولا الأمور ماشية كده تلقائية زي ما ربنا عز وجل يسيرها فيش إنسان كده في حياته لابد يكون في خطة آه ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وخطة عمرية كمان الأسئلة عن البيئة يعني إيه الأسئلة عن البيئة؟ يعني عن المحيط اللي أنا عايش فيه علاقتي بأسرتي علاقتي بأمي علاقتي بأبويا علاقتي بأخواتي علاقتي بإخواني أكثر الأشقاء والشقيقات علاقتي بعماتي وخالاتي وأخوالي وأعمامي طب علاقتي بالجيران علاقتي بالموظفين اللي معايا اللي أعلى مني رؤسائي في العمل طب وزملائي اللي معايا في العمل علاقتي بهم إيه عشان نقدر نعرف ده إنسان اجتماعي ونقدر نتعرف على سلوكياته وعلى أخلاقه خدها بنتي قاعدة الذي ليس له حظ ونصيب من بر والديه لا تقترني به يقال في المعنى العام اللي لهش خير في اهله ملوش خير في الناس كذلك الامر اللي ملوش خير في ابوه وامه وبر بهما وتحت قدمهما لا تقترني به كزوج وكذلك العكس مع الفتى يبقى احنا بنسال عن البيئه ماذا علاقته باهله؟ امه ابتداء ابوه شقيقاته أشقاؤه نسال عن جيرانه نسال علاقته باصحابه رؤساءه في العمل الموظفين اللي معاه الناس اللي ادنى منه علاقته بمن حوله كل ده يدلنا على الشخصيه المهم عند السؤال يا اخواني هو فن السؤال يعني كيف اسال؟ مش هسال اسئله استجوابيه اخت تقعد في البيت تبدا تمرن نفسها كان الخاطب قاعد قدامها والسلام عليكم ورحمه الله وعامل ايه وبتاع ويبدا الكلام تبدا تسال اسئله ونحن صغار ما كنت احب اصحى الخطب الجمعه كذلك الحال اقعد جوه الحجره واحط ميكروفون قدامي ولا بتاع واقعد كاني بخطب والجمهور قاعد وزعق واشور بايدي واحمر واخضر عشان نتعود ونتمرن كذلك الحال انت كذلك اقعد يسأل الاسئله دي كتير لنفسك وكان المخطوبه قاعده قدامك ووليها قاعد وانت تسال وتجيب تسال وتجيب عشان مساله الخوف والحياء الموجود عند الكثير او الخجل يزول باذن الله مش الحياء حياة مطلوب يبقى المهم عند السؤال ما نحرش اللي قدامنا انما ما تبقاش اسئله استجوابيه انما الامر يسال هذه الاسئله بنوع من آه التلطف طيب عايز انبه واقول الطبيعي في المجلس يحاول الخاطب او تحاول المخطوبه ان كل واحد في الاثنين يظهر احسن ما عنده تمام وقد تكون الاسئله التي سئلت والجواب على هذه الاسئله غير واقعي وغير حقيقي يسأله تعرف في من الشيوخ؟ أعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يسأل ما نعرفوش صلي فين في المكان الفلاني؟ يسأل إمام المسجد أو الجيران أو الأصحاب أو الإخوان اللي حواليه ولا بنشوفه في المسجد يسأل عن سلوكياتي وأخلاقي يقول نعم بيشرب مخدرات بيشرب سجاير سبب للدين عامل مشاكل مع إنه ألف المجلس كلام بخلاف ذلك ولذلك لابد أن نلجأ إلى الطريق الثاني عشان نقدر نجمع المعلومات بعد هذه الأسئلة وأنا بقول لكل أخت وكل أخ هذه الأسئلة التي تطرح مع الجواب لابد أن تحفر في عقلك عشان بعد كده نسأل بالطريق غير المباشر لنتأكد هل هذه هل هذه المعلومات التي أدلى بها الخاطب أو التي أدلت بها المخطوبة كانت صادقة ولا غير صادقة الطريق غير المباشر هو السؤال عن الخاطب او المخطوب بيكون مصدر المعلومات الجيران محل العمل الاصدقاء المعارف الاهل كما قلنا الجيران حي المسجد الاسره من بعيد او من قريب لابد ان يسال بالتفصيل اعطي يا عم الحاج لنفسك فرصه عشرة ايام لكي ترد على الخاطب وانت يا وانت يا اخي الحبيب اعطي فرصه لمده عشرة ايام لما تسال عن هؤلاء الناس اللي انت متقدم لخطبه ابنتهم لكي لا تندم تمام يبقى احنا عندنا طريق مباشر الاسئله المباشره في المجلس مجلس اتنين ثلاثة اربعة نقول مفيش تحديد الا ان يقع في قلبي وتقع في قلبي ويقع في قلبها طيب طريق غير مباشر السؤال بقى عنه في العمل اصدقاء معارف اهل جيران مسجد اهل الدعوة في المكان ثم الاسرة يسأل عن يسأل عن صلة رحمة اخبار فلان ايه ده ابن عمكم او ابن خالتكم او بنت خالكم او بنت عمكم. لابد ان تسال هذه الاسئله غير المباشره. وحاجه جميله جدا لو ان الشاب متقدم لخطبه الفتاه وجلس معها وبعدين قلنا له سيبك 10 ايام يجي اخوها او ابوها يخرج معاه ويتكلم معاه ويتناقش معاه ويقعدوا مع بعض ويروحوا في سفر ويرجعوا مع بعض يتناقش معه عشان يقدر يعرف احوال هذا الشاب. يُسأل عن علاقاته، زماناته، محيطه، حتى نتعرف على طبيعة هذه الشخصية التي نتعامل معها، قد يظهر في المجلس بوجه وهو بخلاف ذلك، وقد تظهر هي بوجه وهي بخلاف ذلك. في السؤال غير المباشر لما نسأل الأهل والجيران والأصحاب واللي في العمل وغيره وغيره وغيره، لابد أن نركز على الجوانب السلبية في شخصية الخاطب أو المخطوبة، والتي يصعب والتي يصعب التحري عنها بالطريق المباشر يعني لما يجي نسال عن الجانب الايمان مثلا سالنا هو قال جانب الايمان بصلي ملتزم كويس هنسال برضو الناس بره ده الطريق غير المباشر يستحب السؤال عن علاقته بالكبائر علاقته بالفتيات بيشرب خمر ولا لا بيلعب قمار بمخدرات مضيع الصلوات يسأل كذلك كما نسأل عن الجانب الإيماني يسأل الناس عن الجانب السلبي في حياة هذا الإنسان المتقدم لخطبة بنتك طيب برضو نسأل عن معتقداته ما أنت مش هتيجي تقول له أنت بتعتقد اعتقادات إرهابية أو تكفيرية هيقولك في المجلس نعم يسال بقى بالطريق غير المباشر عشان نعرف هل هو يعتنق افكار مضلله زي العلمانيه والليبراليه والتكفيريه الارهابيه وغيرها ولا لا كذلك يسال عن اهله بمعنى علاقته باهله نسال الجيران والاصحاب والاقارب والاهل هو الناس عارفه كل حاجه يسالوا قال لك انا علاقتي ممتازه بابويا وامي لا ده انت ربما تسال يقول لك ده سبب لي الدين لابوه وامه ده واكل مراثي اخواته البنات فلا بد ان يسال بنوع من التفصيل وكذلك الحل الشاب اسال بنفسك يا ولي الشاب كذلك الشاب برضو ابوه يسال واهل بيته يسالوا شاب قد يكون وقع في حب الفتاه وبيتصرف بهوجاء يتصرف بالعاطفه دون العقل لا محتاجين ان احنا ننزل نسال كذلك مع سؤاله هو هذه الفترة يا إخواني لابد أه أن تأخذ حقها ولا يقتصر على رأي واحد أو اثنين ما أخدش الكلام من فرد أو اثنين ولا راح أسأل في مقهى أسأل في المساجد واسأل في عمله واسأل الجيران واسأل الأصدقاء والإخوان وأصحابه وأحبابه وإخوانه لابد أن يسأل عنه وبعدين مش نسأل في يوم ولا اثنين خذ فرصة عشر أيام مثلا أسبوع على الأقل لكي نستطيع نحن نجمع جميع المعلومات ونحط المعلومات اللي قالها لنا في المجلس واللي قالتها المخطوبه في المجلس كذلك مع المعلومات التي جمعناها عنه. يبقى لنا طريق ثالث مع جلوسك في المجلس وسؤالك هذه الاسئله وسؤال يا بنتي ابوك عن هذا الشاب يبقى لنا جانب مستتر عنا لا نعلم عنه شيء. وهنا نلجا الى الاستخاره. استخير ربي عز وجل اللهم اني استقرك بعلمك واستقدرك بقدراتك فان فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلانه خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجل فيسره لي ويسرني له وان كان العكس فاصرفه عني واصرفني عنه صلى ركعتين من غير فريضه بعيد عن الصلوات الخمس من غير فريضه وهنا نلجا الى الله عز وجل بالاستخاره او طلب الخيره من الله عز وجل والتوفيق لما فيه الصلاح والتوفيق لما فيه الخير والله عز وجل سيدلك على الخير. يبقى عندنا لكي تكون فتره الخطوبه والاختيار اختار ناجح موفق عندنا ثلاث امور. واحد السؤال المباشر بالاسئله اللي احنا قلناها وغيرها كثير. ثم السؤال غير مباشر بسؤال الاهل والاصدقاء والاخوان والاحباب وال... والناس حواليه في ال... في السكن والعمل بتاعه واصدقائه نستطيع ان احنا نصل والتركيز على الجانب السلبي في شخصيته قبل الجانب الحسن حين نسال الناس الغريبه الناس اللي حواليه سواء من الاهل او من غير الاهل ثم يبقى لنا جانب مستتر نلجا الى الاستخاره. انا بقول للاباء تحملوا مسؤولية امام الله عز وجل واسالوا. فكم من أب لم يسأل وخدع بالمنظر الخارجي إنه غني ولا ثري ولا صاحب لحية ولا قميص ولا بتاع، ومع ذلك قال لك الحمد لله رب العالمين إنسان تقي وإنسان مؤمن، ويظهر بعد ذلك على إنه معاذ الله يعني شيطان رجيم. أصف في صفاته يعني. فينبغي للآباء أن يتحملوا مسؤوليه فأنا أناشد كل أب يسعى إلى زواج ابنته وإلى الاطمئنان على ابنته، ألا تجاهل هذه الخطوة وهي الأسئلة المباشرة وغير المباشرة ليصل إلى أخلاق هذا الشاب. لا تهمل يا عمي، لا تهمل يا خالي، يا أبي، يا إخواني، يا أحبابي. لا تهمل السؤال عن هذا الخاطب، ولا تنخدعوا بما يقوله هو شخصيا عن نفسي لا بد أن نعطي لنفسنا فرصة نسأل لنصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى. وهنا نقل إلى حد كبير من إمكانية الخداع أو التضليل في هذه الفترة. لقاء آه ساخن شوية. ومعلوماته كثيرة فمحتاجين ان احنا نراجع الحلقة وانا بقول لاخواتنا وبقول لاخواننا آه كل واحد هيخطب او كل اخت تسعى للخطبة آه ابداوا ارسلوا هذه الحلقة خاصة إلى آه اخواننا واحبابنا المقدمين على الخطوبة عشان يتريثوا كده وبعدين يبداوا يسألوا هذه الاسئلة ويطمئنوا والامور ان شاء الله تعالى تكون على بينة اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان نسدر خطاكم وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير، لا تنسوا سنن الفطره غدا الجمعه، الا فاكثروا من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم لا تنسوا الدعاء 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 فان في يوم الجمعه ساعه، والله ما وافق عبد مسلم الا وقد اعطاه الله عز وجل ما تمنى من خيري الدنيا والاخره. ثم مع ذلك لا تنسوا سنن الفطره. تقليم الاظافر وحلق العانه ونطف الابط كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجال اسرعوا الى المساجد البسوا القميص الأبد الجميل واحضروا الصفوف الاولى وقراءه سوره الكهف وان كانت موقوفه على الصحابه ولا تصح على الصحابي ولا تصح مرفوعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اسال الله تعالى ان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا وان يبلغنا واياكم رمضان والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mm-hmm.